موعد إخباري جديد من قناة كاب 24 تي في. أهلا بكم، والبداية بالعناوين. سعد الدين العثماني يسابق الزمن ويكلف خبراء بديوانه للبحث عن خطة تنموية جديدة بعد فشل البرامج السابقة. وفاة الأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي عنان اليوم السبت عن عمر ينهز 80 عاما. وفي الخبر الرياضي، طنجة تحتضن يومه السبت أول حدث عالمي بإفريقيا للفنون القتالية المختلطة. مرحبا بكم. بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى إبراهيم أبو بكر كيتا بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لجمهورية مالي لولاية ثانية. وأعرب جلالة الملك في هذه البرقية للرئيس المالي عن أحر التهاني وأصدق المتمنيات بموصول التوفيق في الاضطلاع بمهامه في هذه الولاية الجديدة. ومما جاء في برقية جلالته، إن تجديد الشعب المالي الشقيق لثقته في شخصكم لا تعبير عن دعمه لما تبذلونه من جهود حثيثة من أجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمالي ولفائدة وحدته واستقراره. وأكد صاحب الجلالة للرئيس المالي مساندة المملكة المغربية الثابتة لبلدكم الشقيق وللجهود الرامية إلى الحفاظ على وحدته الترابية واستتباب السلم والأمن في مجموع منطقة الساحل والصحراء. أفاد مصدر خاص لقناة كاب 24 تي في وقريب من رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني أن النموذج التنموي الذي يعول عليه لرفع المغرب إلى مراتب متقدمة فيما يخص الدول الصاعدة ما يزال عسير التحقق ومحاوره الأساسية لم توضع بعد. وكشف ذات المصدر لقناة كاب 24 تي في أن سعد الدين العثماني قد كلف مستشارين بديوانه لهم دراية بمجال الاقتصاد والتدبير من أجل استيراد نموذج أجنبي يتوافق مع معطيات الواقع الاجتماعي المغربي ويسد حاجياته التي أشار الملك محمد السادس شخصياً أن قدرته على الاستجابة للمطالب والحاجيات المتزايدة للمواطنين غير كافية، حيث ما زالت هناك الفوارق الاجتماعية والتفاوتات المجالية وغياب العدالة الاجتماعية رغم غزارة البرامج في هذا الجانب التي لم تحقق النتائج المطلوبة منها. وفي الخبر الدولي، أعلنت مؤسسة كوفي عنان صباح السبت خبر وفاة الأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي عنان عن عمر ينهز 80 عاما إثر إصابته بمرض دون تحديد نوعه. وقالت المؤسسة في بيان لها ببالغ الحزن، تعلن عائلة عنان ومؤسسة كوفي عنان أن الأمين العام السابق للأمم المتحدة والحائز على جائزة نوبل للسلام توفي اليوم السبت 18 من آب أغسطس بعد إصابته بمرض لفترة قصيرة. أعلن الدفاع المدني الإيطالي اليوم السبت أن فرق الوقاية المدنية التي تقوم بعملية بحث تحت أنقاض الجسر الذي انهار في جنوة عثرت ليلة الجمعة السبت على جثث ضحايا في سيارات سحقت بكتلة من الإسمنت. وذكرت وكالة الأنباء أنسا أن الجثث التي عثر عليها لعائلة من زوجين وفتاة في 9 من العمر. ويجري أكثر من 300 رجل إطفاء عمليات البحث عن ناجين بلا توقف منذ يوم الثلاثاء الماضي، لكن خبراء يقولون إن احتمالات العثور على أحياء باتت ضئيلة جدا. وكانت آخر حصيلة رسمية مؤقتة نشرت قبل هذا الإعلان تتحدث عن سقوط 38 قتيلا وعشرة جرحى ما زالوا يعالجون في المستشفى، بينهم 6 في حالة الخطر. وبخصوص سبب انهيار الجسر، قال خبراء إن الكابلات المعدنية المثبتة للجسر ربما تكون مسؤولة عما حدث. في الخبر الرياضي، تحتضن مدينة طنجة يومه السبت أول حدث عالمي بإفريقيا للفنون القتالية المختلطة تحت إشراف منظمة برايف، حيث يعرف مشاركة العديد من الأبطال الأقوياء في رياضة MMA من بينهم البطل المغربي عثمان زعيتر. البطلان العالميان أبو بكر زعيتر وغزلان الزواق عبر خلال حضورهما لمراسيم الميزان أمس الجمعة التي جرت بفضاء طنجة مارينا باي عن فخرهما بكون المغرب أول بلد إفريقي ينظم حدثا عالميا لهذه الرياضة، متمنين أن ينجب المغرب في المستقبل القريب
أبطالا قادرين على تحقيق أفضل الإنجازات. في الخبر الرياضي دائما، حجز الوداد الرياضي المغربي حامل اللقب والأهلي المصري بطاقتيهما إلى ربع نهائي مسابقة دوري أبطال إفريقيا بفوز الأول على ماميلودي سانداوز بهدف لصفر والثاني على الترجي التونسي بذات النتيجة. وتمكن الوداد الرياضي المغربي من الفوز على ضيفه ماميلودي سانداوز الجنوب الإفريقي بهدف سجله أناس الأصبحي في الدقيقة 56 في الجولة 5 من دور المجموعات للمجموعة الثالثة. وابتعد الوداد في صدارة المجموعة بفارق 6 نقاط عن أقرب منافسيه، وذلك قبل الجولة الأخيرة من منافسات الدور الأول. وفي رادس حسم الأهلي المصري القمة التقليدية مع مضيفه الترجي التونسي في المجموعة الأولى بفوزه عليه بنتيجة هدف لصفر، الهدف الذي سجله مهاجمه المغربي وليد أزارو في الدقيقة 32 ليرافق وإياه إلى الدور ربع النهائي بعدما كان الفريق التونسي قد ضمن التأهل في وقت سابق. تعرض قناة كاب 24 تيفي روبورتاجا حول ظاهرة المهاجرين الأفارقة المتواجدين ببعض المدن الشمالية والراغبين في العبور إلى الضفة الأخرى. هجرة الأفارقة أحلام معلقة ومصائب أخرى، عنوان الروبورتاج الذي قام بإعداده نور الدين الحداد واشتغل فيه فريق من التقنيين والصحفيين بالقناة، يستعرض أسباب الظاهرة والإشكالات المترتبة عنها كما يقدم الحلول الكفيلة بالتغلب عليها. هذا الروبورتاج وأخبار أخرى تجدونها على موقع القناة cap24.tv. بهذا نكون قد وصلنا لنهاية النشرة. نهاية أسبوع موفقة وإلى اللقاء.